السلام عليكم. وردنا الآن المسيرة تقطع بثها وتعرض مشاهد غير مسبوقة في تاريخ الحروب لما حدث الآن في مأرب. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. نشرت قناة المسيرة الفضائية اليوم مشاهد جديدة غير معروضة من قبل لكمين قاسي تعرض له مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة مأرب. وأفادت قناة المسيرة أن المشاهد لعشرات القتلى من المرتزقة الذين ألقوا مصرعهم في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، وبينت المشاهد عدد من الجرحى في الكمين النوعي الذي نفذه مجاهدي الجيش واللجان الشعبية، وهم في حالة يرثى لها يتلقون الإسعافات الأولية على يد المجاهدين. وكان قد عرض الإعلام الحربي مشاهد السيطرة لمديريتي الجوبة وجبل مراد على ملحقتين أظهرت الخسائر الكبيرة التي من بها تحالف العدوان. ووثقت عدسات الإعلام الحربي هزيمة المرتزقة ومقتل وإصابة العشرات منهم، فضلا عن أسر عدد كبير منهم في عملية ربيع النصر المرحلة الثانية. ويشار إلى أن عملية ربيع النصر في مرحلتها الأولى والثانية مكنت المجاهدين من تحرير مديريات بيحان وعيسلان وعين وحريد من محافظة شوبة ومديريات العبيدة وجوبة وجبل مراد ومن محافظة مأرب بمساحة إجمالية بلغت 4300 كيلومتر مربع. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.